Bernard O'Neill on contrabass, all the way from Ireland. Nick Beige on guitar, all the way from England. Sharif Ibrahim, all the way from Egypt. أنا عبد الله شحادة. Thank you. Good night. كلنا سوا بنسمع الزقفة للفنان والموسيقار عبد الله شحادة وفريق سريانة طبعا. I'm a musician from Damascus, but for the last 10 years, I have been based in London. My dialogue with the West has been through my music. My art and I are treated with respect. I am the human face of my Arab culture. I defy the stereotype. Thank you. Right. Now, I'm not going to even ask you if you've been to Damascus because the question is going to be no. Anybody been there? تعرفت على مؤلف فرنسي اسمه جان ميشيل جار، عملت تسجيلات مع مؤلف كان يكتب الموسيقى للجيمس بوند موفي وطلع صوت القانون بالفيلم، مع مؤلفة اسمها جاسلين بوك كمان كتبت موسيقى لفيلم اشتغل فيه توم كروز. فبلشت فكر بانه كيف انا ممكن دخل آلة القانون باكتر من محور. صارت الآلة تنسمع بالسينما، صارت تنسمع بالأفلام، صارت تشوفها بكونسرت.
وقت بحاكي اليوم الشعب العام أو الرأي العام بشكل إنساني وثقافي وحسي، أنا بقدر أخترق مشاعره وأحاسيسه وأفكاره بصورة حلوة أو بكلمة حلوة أو بلحن جميل، بغض النظر عن يعني هو شو عرقه وشو جنسيته وهو منين جاي وأنا منين جاي، لأنه بالأخير كيف فينا نوصل لحالة بأنه الإنسان هو واحد. ما بعرف إذا الشيء الفني أو الثقافي ممكن يلعب دور بتغيير هيدي الحركات اللا إنسانية اتجاه الإنسان. فكرة سيريانا هي فكرة الشخص السوري اللي راح ترك سوريا وراح للغرب وحب يرجع أشخاص من الغرب لحتى يفرجيهم أشياء كتير مرتبطة بثقافته وواقعه، وهن أشخاص فنانين يعني المفروض أنه يكون عندهم مصداقية معينة يرجعوا لبلدهم ويحكوا عن الأشياء اللي شافوها. بالنسبة لي وين ما رحت حملتها معي، لسبب انه ما قادر اشرح كتير بهذا الموضوع لانه هو ابسط من انه يعني ينحكى فيه كتير، هو مسألة كتير بتصور بسيطة وطبيعية. شخص انا كتير متعلق بالشام بحبها، ف يعني مثل آلتي، فبأي مكان بالعالم رحت عليه حكيت وشاركت العالم بهذا المكان، حبيتهم يتعرفوا عليه، حبيتهم يشوفوا مثل أي شيء أنت بتحبيه كتير فبتحكي عنه. الأندلس، صباح الخير. الشمس في الخسيرس ليست ضيفا أو نزيل فندق، والقهوة هنا أجواء تعيدنا إلى ديارنا وإلى حنين الوصل. أنطونيو الغجري لم يزر دمشق، وعبد الله من سلالة الأمويين يشعر أن هناك أبواب الشام السبعة يمكن أن تعبر مضيق جبل طارق. فكان المشروع حلو بأنه صرنا نحكي مع فنانين هن مغتربين عايشين بأوروبا، ونبحث معهم ليش يعني تركوا بلادهم وشو علاقتهم بزرياب،
لأنه مروا بنفس المراحل، يا ترى قدروا يقدموا شيء للموسيقى ولبلادهم حتى وقت أن يعني خرجوا وتركوا بلادهم، قدروا يرجعوا على بلادهم. فيعني فيها نوع من المحاكاة الحلوة اللي لها علاقة بالمحادثة، اللي لها علاقة بالواقع تبعنا وارتباطه بالماضي. No llore, rey mío, por Dios no llore más. Que el rey no tenía, la libertad tendrá. أنا الجسر اللي حبيت أمشي عليه قديش مدته وقديش طوله لحتى أرجع وأعبره باتجاه معاكس.